بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نشوف كده تاني مشاكل ال STB، مراجعة كده عليها. تمام، ممكن دلوقتي مثلا sudden او sorry unexpected BBDU، المفترض ان السويتش ما يستلمش BBDU لكن استلم BBDU. احل المشكلة دي زي مثلا قلت لكم لو انا عندي سويتش متطبع عليه بورت فاست، المفترض انه مش يستلم BBDU لانه مش كونكتد السويتش ده، كونكتد باند ديفايس، ورغم كده السويتش لاي سبب من الاسباب شلت البورت من الجي سي حطيته بالغلط في سويتش تاني استلم BBDU unexpected BBDU. احل المشكله دي ازاي؟ حليناها بكذا طريقه، BBDU فلتر، BBDU الافضل جارد. بالمناسبه تي اي داتا مشغلينه BBDU فلتر مش جارد عشان يهمهم ان الانترفيس ما يقعش، لان احنا عارفين ان BBDU جارد هيوقع الانترفيس في حاله الايرور ديسيبل. تمام، ففي ناس بتفضل البي بي ديو فلتر عشان السبب ده بس، عشان الشبكه بتاعتي مش تقع. تمام، وحليناها كمان عن طريق الروت جارد. المفترض دلوقتي ان الكور والديستريبيوشن ما يستلموش اي بي بي ديو سوبيريور للدقه بي بي ديو من اي اكسس سويتش. المفترض الصح يعني كديزاين ان الروت سويتش يبقى موجود عندي في منطقه مين؟ الكور. تمام، وقلنا ساعتها لو اي سويتش منهم استلم بي بي ديو هيحط البورت ده في الانكونسيستنس ستيت. في اي مشاكل في الجزء ده؟ تمام، ممكن بقى سادن لوس اوف بي بي ديو. المفترض ان السويتش اساسا يستلم على بورت معين بي بي ديو لكن ما استلمش بي بي ديو. تمام، احل المشكله دي ازاي؟ ليها كذا حل، سكيو ديتكشن، لوب جارد، يو دي ال دي. نمسك واحده واحده بقى. سكيو ديتكشن، سكيو ديتكشن ده اصلا يعني فيتشر قديم ومش هنشغله النهارده، لان حتى السويتشات دلوقتي كلها ما بقتش حتى بتعمل له سبورت، يعني تيجي تشغل اصلا السكيو ديتكشن مش هتلاقي الامر بتاعه. تمام، ايه الفكره بتاعت السكيو ديتكشن؟ قال لك لو السويتش اساسا فقد البي بي ديو اس فجاه، افترض ان الديفايس اللي قدامه بيبعت له بي بي ديو فقدها اس فجاه، هيطلع لي سيسلوك بس، مش هياخد اي اكشن غير ايه؟ سيسلوك. وعشان كده بقول لكم فيتشر مش كويس خلاص، حتى اغلب السويتشز دلوقتي مش بتعمل له سبورت. تمام، تعالوا نشوف الافضل بقى، اللوب جارد واليو دي ال دي. تعالوا نشرح كده توبولوجي ونشرح عليه الاثنين سيناريو دول ونشوف مين افضل فيهم. هفترض دلوقتي ان انا عندي ثلاث سويتشات كونكتد ببعض، 1 2 3. السويتش اللي فوق ده سويتش 1، سويتش 2، سويتش 3، وهفترض مثلا ان الانترفيس ده الروت سويتش، وبالتالي الانترفيسز اللي عندي كلها هتبقى، تعالوا بس نحط الاول كمان اسامي الانترفيسز، اسر 0 على 0، اسر 0 اوفر 1، اسر 0 على 0، اسر 0 اوفر 1، اسر 0 اوفر 0. تمام، المفترض ان حالات الانترفيس دلوقتي هتبقى ايه؟ ده ديزيجنيتد، ده ديزيجنيتد، وهفترض ان كله اسر نت قدامكم، يبقى اكيد ده الروت وده برضو الروت، واحد من الاثنين اللي تحت دول هيبقى ديزيجنيتد. اغلب الظن هفترض ان السويتش التاني ده ليه ماك اقل، فاغلب الظن ده اللي هيبقى ديزيجنيتد واللي قصاده بلوك، اللي قصاده ايه؟ بلوك. المشكله اللي انا هتكلم عنها دلوقتي دي شائعه اكتر في انواع الفايبر اوبتيك، في الكابلات الفايبر اوبتيك. ليه؟ اصل الكابل الفايبر اوبتيك المفترض ان هو بيبقى كابلين مش كابل واحد، واحد سند وواحد رسيف، واحد سند وايه؟ واحد رسيف. البلوك بالمناسبه انا مش ببعت عن طريقه اي بي بي ديو، بس قلت لكم امبارح ان هو بيستلم بي بي ديو، بيستلم ايه؟ بي بي ديو، يعني معنى كده انه بيعمل لها بروسيسنج. ليه بيستلمها ويعمل لها بروسيسنج؟ عشان لو مثلا لا قدر الله في عندي بورت معين وقع، يبدا ياخد خطوات عشان يتحول للروت، او اقسم شروط، اقصد يعني يقوم لفورورد، سواء بقى ديزيجنيتد او روت فورورد وات ايفر. تمام؟ طيب، لاي سبب من الاسباب دلوقتي اللينكايه دي المفترض ان هي بتبعت بي بي ديو، وبرده المفترض ان دي شغاله، صح؟ لاي سبب من الاسباب اللينك ده وقع، فالسويتش بطل يبعت بي بي ديو. مش انا قلنا تاني كابلات الفايبر بتبقى اتنين تشانل، واحده سند واحده ريسيف، السند دي اتقطمت من جوه، اتقطم. تمام، يبقى ساعتها السويتش ده هيفتكر ان السويتش اللي قصاده حصل فيه مشكله، يبدا ياخد خطوات عشان يحول البورت ده لايه؟ لفورورد.
يبدأ ياخد خطوات عشان يحول البورت ده لايه يا شباب؟ فورورد. لكن في الواقع ده ما وقعش، هنلاقي الناس اتحطت في سيناريو ان ده بقى فورورد وان ده بقى فورورد، ديزيجنيتد فورورد، ده ديزيجنيتد فورورد، على طول هيحصل لوب، على طول هيحصل ايه؟ لوب. تمام. احل المشكله دي ازاي؟ قال لك قبل ما اقول لكم احلها ازاي، في عندي مشكله ثانيه. ايه هي؟ ممكن مثلا على سبيل المثال ادمنستريتور اهبل كده معانا ولا حاجه، قام جاي بالغلط على البورت ده وقام كاتب الامر بتاع سبانينج تري مسافه بي بي ديو فلتر انيبل. احنا قلنا امبارح ان الامر ده تاثيره ايه؟ كاني بالظبط عملت ديسيبل لبروتوكول السبانينج تري. معنى كده ان السويتش لا هيسند ولا هيرسيف بي بي ديو، صح؟ انا اللي يهمني دلوقتي ان هو مش هيسند بي بي ديو. يبقى نفس السيناريو بالظبط، السويتش ده هيفتكر ان اللي قصاده حصل فيه مشكله، يبدا ياخد خطوات عشان البورت ده يقوم. تمام. ومش شرط الادمن يكون اهبل، ممكن مثلا الكابل ده بالغلط كان متوصل باند ديفايس وانا مشغله عليه البي بي ديو فلتر، ومثلا لما شلت الكابل من البي سي رجعته تاني هنا على السويتش مثلا، نسيت ان انا الغي الكونفيجريشن القديمه. المهم تاني ان انا عندي مشاكل في المس كونفيجريشن. تمام. احل السيناريو ده ازاي بقى؟ بطريقتين. اول حل اللي هو اللوب جارد، تاني حل يو دي ال دي. اول حل اللي هو اللوب جارد ده بيحميني من مشاكل السبانينج تري، لانه اصلا فيتشر جوه ايه؟ السبانينج تري. بيحميني من سيناريو زي مين؟ زي ده اللي قلت لكم عليه دلوقتي، مس كونفيجريشن، ان انا شغلت على البورت ده بي بي ديو فلتر. تمام. لانه بيعتمد على البي بي ديو اللي هو الهالو، بيعتمد على مين؟ الهالو. وكده كده اساسا احنا عارفين ان السبانينج تري فعلا بيبعت هيلو، صح؟ وللدقه بستلم هيلو من اللي قصادي وامررها للي هو سويتش تلاتة. واضحه؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ للفيتشر بتاع اللوب فوق اللوب اللوب جارد، هيحميني من مشاكل المس كونفجريشن بتاع بروتوكول السبانينج تري، لانه بيعتمد على الهيلو بتاع بروتوكول الاس تي بي. افرض بقى ان انا كان عندي مشكله فيزيكال، اللينك ذات نفسه هو اللي وقع، كده ملوش اي علاقه بايه؟ بالسبانينج تري. تمام. عندي اللينك ذات نفسه هو اللي وقع، ساعتها مين اللي يحل لي المشكله دي؟ اليو دي ال دي. اليو دي ال دي يوني دايركشنال، يوني دايركشنال لينك ديتكشن. بص من اسمه يوني دايركشنال. تمام. يعني ايه؟ المفروض دلوقتي ان التو سويتشز دول بيشتغلوا مع بعض باي دايركشن، انا بسند وبرده في نفس الوقت برسيف. تمام. لكن زي ما قلت لكم السلكه بتاعت السند في حاله الفايبر اتقطمت، وممكن تحصل في الكوبر برده بالمناسبه، ما انا عارفه ان السلك الكوبر اصلا 2 سند 2 ريسيف في حاله الفاست ايثرنت مثلا. تمام. ممكن يكون السند برده اتقطم، الكوبر ذات نفسه اتقطم من جوه. تمام. فبرده ممكن تحصل في الكوبر. تمام. احل المشكله دي ازاي بقى؟ ده كده مش معتمد على السبانينج تري، صح؟ وبالتالي اللوب جارد مش هيعمل له ديتكت. تمام. فانا ساعتها بشغل الفيتشر بتاع اليو دي ال دي. يفضل في السبانينج تري اساسا في اللوب جارد ان انا اشغله على كله، بس مصر ان هو يشتغل على اللينك ده، ده في حاله اللوب جارد. لكن اليو دي ال دي لازم يشتغل على الاثنين، على التو بورتس اللي قصاد بعض دول. ليه؟ قال لك اصل احنا دلوقتي في اليو دي ال دي بنبعت هيلو لبعض، بنسميها كيب الايف، كتشبيه بنجايه كده، بنبنج على بعض، ده يبنج على ده وده يبنج على ده، بس بايه؟ باليو دي ال دي. ده كيب الايف بيلت ان في بروتوكول مين؟ اليو دي ال دي. ايوه المشكله الفيزيكال في اليو دي ال دي. تمام. وعلشان كده اساسا لازم يا سهيله اصلا افعل على الاثنين، افعل مين؟ الفيتشر على الاثنين، لان اساسا لو بعت له يو دي ال دي كيب الايف هو مش فاهم اليو دي ال دي هيرد عليا ازاي. تمام. طيب نمسك بقى واحده واحده، نخلينا الاول في اللوب جارد وبعد كده نشرح اليو دي ال دي بالتفصيل. تعالوا نقوم السيناريو ده كده، الثاني الثالث، نمشي على السكيما اللي انا عاملاها هنا، اس 0 على 0 0 على 1 اس 0 على 1 باس 0 على 0، ويبقى هنا اس 0 اوفر 1 باس 0 اوفر 0، ونسر كده الانترفيسز. تمام. جاست تو فيريفاي، شوز
سبيلنج تري، لقيت في حظي كويس ان ذي سويتش از روت، عشان بس نمشي على السكيما اللي احنا لسه عاملينها. طب لو ما كانش روت خليه روت مش مشكله، تمام. يبقى التو انترفيسز اللي عليه ديزيجنيتد فورورد. طب بالنسبه للسويتش 2، سويتش 2 ده واحد عندي الروت، واحد سبانينج تري، واحد الروت واحد ديزيجنيتد فورورد. واحد الروت راح فين؟ واحد ديزيجنيتد. طب تمام، بالنسبه للسويتش 3 واحد اسر 0 على 0، ده هو فعلا البلوك اسر 0 على 0، واللي فوق هو الروت. كويس، نفس السكيما اللي احنا عاملينها بالظبط، تمام. دلوقتي بقى تعالوا نعمل السيناريو اللي احنا قلنا عليه. هاجي كده بالغلط على سويتش 2 واجي تحت الانترفيس اسر 0 على 1 واوقف او اشغل اسا البي بي ديو فلتر، يعني كاني بالظبط وقفت بروتوكول السبانينج تري. لو انا جيت دلوقتي على سويتش 3، بالنسبه لسويتش 3 وقلت له هنا شوف سبانينج تري بالنسبه للانترفيس انكلود الانترفيس اللي هو اسر 0 على 0، حالته ايه دلوقتي؟ لوك، صح؟ الترنت لوك. فقلنا تاني هاجي على السويتش التاني ده وانزل تحت الانترفيس اللي هو اسر 0 اوفر 1، وبالغلط هقول له سبانينج تري بي بي ديو فلتر انيبل. لو جيت دلوقتي على السويتش التالت، الله، ده بدا يتحول من الترنت لايه؟ ديزيجنيتد. شويه كده بالظبط، طبعا نظرا لان انا مشغله اصلا بروتوكول الرابيد سبانينج تري، تمام. اقول لكم بدا يتحول الليرنينج، انا ميسنج عندي دلوقتي الليسننج، تمام. اقول لكم عشان مثلا ايه منع من اللخبطه، عشان بس ما تتلخبطوش في الفيتشرز، تمام. هنزل دلوقتي تحت الكونفيجريشن مود واقول له سبانينج تري المود اللي انا شغال عليه بي في اس تي، تمام. فلو قلنا تاني كده هنا وريني معلومات عن الانترفيس ده، ده اللي احنا عايزين نشوفه، تمام. ما شفناهوش في المره اللي فاتت عشان احنا كنا شغالين رابد، والرابد طبعا ما فيش عندي حاجه اسمها ليسننج، بيدخل في ليرنينج على طول. بقيت ليرنينج اهو، رغم ان كل ده اساسا السويتش اللي قصادي لو قلت له شو سبانينج تري انكلود البورت اسر 0 على 1 ديزيجنيتد فورورد، يبقى الاثنين دلوقتي قصاد بعض ايه؟ ديزيجنيتد فورورد. دي مصيبه، انا كده عندي لوب، صح؟ كان نفسك تشوف لوب؟ اهي سهيل، تمام؟ احل المشكله دي ازاي بقى؟ تعالوا الاول بس كده اجي على السويتش الثاني واوقف المشكله اللي احنا عملناها. هنزل تحت الانترفيس اسر 0 اوفر 1، صح؟ والغي الامر اللي انا كنت كتبته بالغلط ده نو، تمام. لو جيت دلوقتي على السويتش التالت المفترض ان هو يصير ايه دلوقتي؟ هيرجع تاني الترنت بلوك. لغايه دلوقتي حد وقع مني في حاجه؟ تعالوا بقى نيجي على البورت ده، قلت لكم تاني ان انا هحوله لايه؟ للوب جارد، افعل عليه اللوب جارد ونشوف ايه اللي هيحصل. فاجي على السويتش التالت وانزل تحت الانترفيس كونفيجتي، وانزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0 واقول له سبانينج تري جارد. احنا اخدنا امبارح سبانينج تري جارد روت، لا احنا هناخد دلوقتي ايه؟ جارد ها لوب. وبالمناسبه ممكن اقول له نون لو حبيت ان انا الغي كل الفيتشرز بتاعت الجارد يعني، تمام. تعالوا بقى دلوقتي كده مش محتاجه على فكره اعمل ديباج خالص، كده كده دلوقتي المفترض ان هو يطلع لي سيسلوج يقول لي ان الانترفيس بتاعي وقع في حاله الان كونسيستنس، تمام. لو جيت دلوقتي على السويتش ده ارجع تاني الفيتشر ده كده، استنى بقى هنا كده شويه،
ايه اللي حصل؟ طلع لي سيس لوك بيقول لي ان انترفيس كده اتحط في حاله البلوك لوب جارد بلوكينج بورت اسر 0 على 0. لو انا جيت دلوقتي قلت له وريني تاني كده معلومات عن البورت، قال لي ان البورت ده دلوقتي بلوكينج واتحط في حاله اللوب انكونسيستنس. تمام، حتى لو قلت له شو سبيننج تري ان كونسيستنس هيقول لي مين عندي البورت اللي اتحط في حاله الانكونسيستنس اسر 0 على 0 اللي تبع فيلان 1 بسبب اللوب ولا الروت. شفناه امبارح الروت، النهارده شفناها اللوب انكونسيستنس. تمام، طب لو انا عندي سويتش التاني ده بطل يستهبل بقى ويبعت او يوقف البي بي دي يو، المفترض برضه تستنى كده كام ثانيه هلاقي دلوقتي بيقول لي لوب جارد ان بلوكينج الانترفيس. فلو جيت اقول له انكونسيستنت اتشال اهو. تمام، ولو جيت قلت له دلوقتي وريني معلومات عن البورد رجع تاني في حاله الالترنت بلوكينج عادي جدا. حد وقع مني كده في حاجه؟ تمام، بس قلنا تاني اللوب جارد ده مقترن بمين؟ اللوب جارد ده يشتغل مع مين؟ مع السبانينج تري. انما لو انا عندي مشكله فيزيكال اللوب جارد مش هيعمل لها ديتكت، ساعتها مين اللي يشتغل؟ اليو تي ال تي. مين اللي يشتغل يا شباب؟ اليو تي ال تي. جود براكتس ان انت تشغل الاثنين مع بعض، لان انت مش عارف المشكله هتجيلك منين، من السبانينج تري مس كونفجريشن ولا مشكله فيزيكال. تمام، تعالوا بقى نشوف الحوار بتاع اليو تي ال تي. اليو تي ال تي شغال عندي في اثنين مود. يعني لو هنتكلم دلوقتي عن اليو تي ال تي مود، احنا قلنا يو دي ال دي اختصار ايه؟ يوني دايركشنال لينك ديتكشن. شغال في اثنين مود، المود الاولاني نورمال والمود الثاني اجريسيف. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك نورمال ده كبير ان هو بيطلع لي سيس لوج بس، بيقول لي دلوقتي ان انت عندك مشكله اساسا ان الطرف الثاني حصل فيه مشكله هارد وير فيلير مثلا. تمام؟ كبير وبيطلع لي ايه؟ سيس لوج. لكن الاجريسيف بيطلع لي سيسلوب ويحط الانترفيس في حاله الايرور ديسيبل، بيحط الانترفيس في حاله ايه؟ الايرور ديسيبل. وطبعا احنا عارفين عشان اقوم الانترفيس تاني اعمل ايه؟ شت داون ونشت داون او اعمل له انترفيل معينه. تمام؟ انا نفسي بفضل المود بتاع الاجريسيف. هما ليه مسمينه اجريسيف؟ قال لك اجريسيف لانه بمجرد ما يديتكت ان الطرف التاني بقى يوني دايركشنال بيبدا يبعت كيب الايف كيب الايف كيب الايف كذا واحده في الثانيه، مش اقصد يعني واحده في الثانيه واحده في الثانيه واحده في الثانيه بسرعه ورا بعض. ولو هو ميسنج 8 كيب الايف من الطرف اللي قصاده بيعرف على طول كده ايه؟ ان حصل عندي مشكله يوني دايركشنال. وقلنا تاني لازم افعله على الطرفين. تمام؟ فانا هاجي افعله مثلا دلوقتي على الطرف ده الاول. تمام؟ ولو انا قومت اي مشكله هنا سواء مشكله فيزيكال او حتى بيديتكت برضه الاسبانينج تري بس بحس انه ابطا شويه. تمام؟ المهم ان انا قومت مشكله عندي. طب ما هو معنى كده اصلا ان المفترض يحط الانترفيس في حاله الايرور ديسيبل؟ لا، افرض ان انت وقعت او قومت اليو دي ال دي على انترفيس والسويتش اللي قصادي لسه ما لحقتش جري اروح اقومه عليه. صح؟ انا قومت دلوقتي اليو دي ال دي هنا، شغلته هنا، بس لسه ما لحقتش اروح اقومه هنا. هيعتبر ان خلاص جاره ما بعتلهوش 8 يو دي ال دي فيوقع الانترفيس؟ لا، امال هيبدا انه يشغل اليو دي ال دي بمجرد ما يسمع واحده بس في الاول. طالما سمع ولو حتى كيب الايف واحده بس من الطرف اللي قصاده عارف كده ان اليو ال دي اليو دي ال دي اشتغل هو كمان على سويتش 2، يبدا يعد بقى فقدت 8 يو دي ال دي او 8 كيب الايف اه يبقى احط الانترفيس في حاله الايرور ريسيفر. وضحت؟ تعالوا نقوم الفيتشر ده. انا ممكن ان انا اقومه في الكونفيجريشن مود وممكن ان انا اقومه بير انترفيس. وبالمناسبه اللوب جارد هو كمان ايه؟ ما هتشوف دلوقتي بعنيك مستعجل ليه؟ اصبر. تمام؟ هنعملها هنعملها يا لمضة انت وهو هنعملها. بس يلا ها؟ كنت بقول ايه؟ اه اللوب جارد بالمناسبة هو كمان اقدر اقومه بير كونفجريشن بالمناسبة في كونفجريشن مود، يعني كان ممكن اجي هنا في كونفجريشن مود بدل الانترفيس واقول له سبيننج تري لوب جارد. واضحة؟ ديفولت. واضحة؟ تمام. انا هلغي بس كل اللي احنا عملناه عشان بقى نقوم اليو دي ال دي. ده السويتش الثالث تحت الانترفيس اسر 0 اوفر 0. تمام؟ او اقول لك انا مش فاكره ايه الامر اللي عملناه مثلا، فاقول له ديفولت انترفيس اسر 0 على 0 شو راننج على الانترفيس
اصفر 0 على 0 كده خلاص. وبالنسبه للسويتش الثاني نفس الكلام، هو انا حتى وقفته خلاص اهو، شو راننج على الانترفيس اصفر 0 اوفر 1، كل حاجه رجعت عندي على الديفولت تمام. وبالتالي لو جيت على السويتش الثالث ده وقلت له شو سبانينج تري انكلود الانترفيس 0 على 0، عادي جدا في حاله الالترنت بلوك تمام. تعالوا بقى نقوم اليو دي ال دي. قلنا تاني اليو دي ال دي ممكن اقومه في الكونفيجريشن مود وممكن اقومه على الانترفيس. فهاجي هنا اقول له يو دي ال دي مسافه، لو استخدمت الهيل قال لي عندي انيبل، لو قلت له انيبل يبقى انا كده بقومه في النورمال مود. لو انا قلت له اجريسيف يبقى انا كده من اسمه بقومه فين؟ في الاجريسيف مود صح. طب لو انا نزلت بقى تحت الانترفيس اسر 0 على 0 هقول له يو دي ال دي، لو استخدمت الهيل بورت، لو ضغطت انتر يبقى انا كده بقومه في النورمال مود. لو قلت له اجريسيف يبقى انا كده من اسمه صح. طب ليه ما وقعش الانترفيس في حاله في حاله الايرور ديسيبل؟ ما انا خلاص شغلته وانا متاكده ان الطرف اللي قصادي مش بيبعت دلوقتي يو دي ال دي كيب الايف. اتفقنا تاني هيبدا ان هو يعد، بس اول بس مجرد ما يسمع اول كيب الايف من السويتش اللي قصادي عشان يضمن ان اليو دي ال دي اشتغل على الطرف اللي قصادي تمام. فهنزل هنا تحت الانترفيس واشغل عليه هو كمان اليو دي ال دي بورت اجريسيف عشان تتدكت بقى. يا سهيل حاجه من الاثنين، يا اما ان انا باجي على البورت ده وبرده اعمل عليه الامر بتاع البي بي دي فلتر اشغله، يا اما تعمل شوت داون للبورت ده. ما انت كده بتسيموليت ان البورت برده واحد. تعالوا نجرب مثلا حته السبانينج دي. لو انا جيت دلوقتي على الانترفيس هنا وقلت له سبانينج 3 ايه؟ هاف دوبلكس ايه؟ ماله؟ اخليها هاف دوبلكس؟ هو بيتنيل لوحده هاف دوبلكس، هو اصلا هاف دوبلكس. ده اي او يو، خليني ساكته تمام. هاجي هنا اقول له ايه؟ بي بي ديو فلتر انيبل. ايه؟ اصبر بقى كده شويه، هوقف الفيديو بس لان بيطول شويه لغايه ما السيسلوك بتطلع، فهوقف الفيديو لغايه ما تظهر. بيقعد تقريبا فرنش نص دقيقه دقيقه بالكتير. طلع لي فعلا سيسلوك يو دي ال دي ديسيبلد الانترفيس، وقام حاطط لي الانترفيس في حاله ايه؟ الايرور ديسيبل. بس اخدتوا بالكم طول ازاي؟ قعدنا تقريبا قد ايه دلوقتي؟ 3 دقائق تقريبا لغايه ما السيسلوك تبات تمام. ما انا قلت لكم هو بيعمل ديتكت للسبانينج تري برضه بس ببطء، انما في المشاكل الفيلير الهاردوير فيلير لا بيبقى افضل من كده. تعالوا نجرب الثانيه تمام. هاجي دلوقتي هنا على السويتش الثاني والغي اللي انا كنت عاملاه، وطبعا نظرا لان دلوقتي الانترفيس وقع قلنا ثاني لازم اقومه. هقومه ازاي؟ يا اما بريكفري انترفول، يا اما انا في حالتي هقول له دلوقتي شوت داون ونو شوت داون. المفترض ساعتها ان التو انترفيسز يقوموا، قامت الانترفيسز اهي عادي تمام. الطريقه الثانيه بقى اللي هسيميوليت بقى الكلام ده ان انا فيزيكالي هوقع الانترفيس اصلا يا سهيل تمام. فهنزل على السويتش 2 تحت اسر 0 اوفر 1 زي ما انا كده واقول له شوت داون. المفترض برده هنا ان هو هيجيب لي السيس لوك ثاني برده تمام. فبرده هوقف الفيديو لغايه ما يصل. دي برده زي ما قلت لكم بتقعد بس اقل بقى، دي فعلا اللي هي تقريبا من نص دقيقه لدقيقه تمام. كده طلعت السيس لوج اهي، واعتقد طلعت اسرع بكتير من الاولاني صح. يو دي ال دي ديسيبلد الانترفيس حطهولي في حاله الايرور ديسيبل. فلو قلت له دلوقتي شو انترفيس ستيتس، قال لي ان الانترفيس ده اسر 0 اوفر 0 وقع في حاله الايرور ديسيبل بسبب اليو دي ال دي. طب بسرعه كده لو حبيت ان انا اقومه بريكفري يبقى اقول له ايه؟ ايرور ديسيبل ريكفري الانترفال سي 30، وبالنسبه للكوز يو دي ال دي تمام. شو ايرور ديسيبل ريكفري بعد 25 ثانيه هيقوم يو دي ال دي تمام. طيب لو انا قلت له دلوقتي شو يو دي ال دي انتر مثلا، هيجيب لي معلومات بصفه عامه، هيقول لي مثلا الانترفول الكيب الايف بتتبعت قد ايه، التايم اوت 5000 ملي سكند اللي هي 5 ثواني تمام. انا مشغلاه على انهي انترفيسز تمام.
اسر زيرو اوفر. تعالوا بس اجي هنا على البورت ده واقول له تاني نو شت داون عشان لما الانترفيس بتاعي يقوم المره دي مش يقع تاني. تمام. لو انا قلت له دلوقتي شيو دي ال دي بس على الانترفيس اللي هو انا مطبقه هنا على مين اسر زيرو على زيرو اسر زيرو على زيرو. تمام. المفترض هنا هيقول لي ان الستيت بتاعتي باي دايركشنال دلوقتي. تمام. لكن لو حصل اي مشكله بالظبط جود براكتس ان انت تشغل الاثنين مع بعض. ده هيحميك من مشاكل السبانينج تري اللوب جارد والتاني هيحميك من المشاكل الفيزيكال. وشفنا ان اليو تي ال دي برضو قدر يعمل برضو ديتكت للسبانينج تري بس ايه شفته بطيء قد ايه سخيف. تمام. في اي مشاكل في دول؟ تمام. او بالمناسبه بالمره واحنا كده نحطهم في فيديو واحد. يلا تعال نتكلم بقى دلوقتي عن فيتشر اسمه فليكس لينك. تمام. ايه حوار الفليكس لينك؟ قال لك ده برضو عن طريقه كده بعمل ديتكت للفيليور وبشغل بدل ما يبقى عندي مثلا عندي اكتف بورد وقع برايمري بورد للدقه وقع بقوم بدل واحد باك اب بس ملوش علاقه خالص بالليزاني جتري. تمام. يعني مثلا التوبولوجي بتاعنا مثلا البورت ده في حاله الروت وده في حاله البلوك. انا عايزه اقول دلوقتي السويتش 3 لو الانترفيس ده وقع قوم ده قوم ايه الانترفيس الثاني ده بس السبانينج تري مش شغال عن طريق بقى زي الفيتشر اللي قلنا عليه اللي هو مين الفليكس لينك. للاسف طبعا الاي او يو مش بيعملوا سبورت ولا حتى لو سحبت راوتر على جي ان اس وقلبته كانه سويتش بيعملوا سبورت. فعشان كده هفكركم على الاوامر ومش فيتشر حاجه جامده يعني السبانينج تري بامب. تمام. وارخم حاجه فيه ان انا لو شغلته على سويتش مانجبل لو شغلت اصلا الفليكس لينك ده لوحده بيعمل ديس ايبل للسبانينج تري. هو انا بصراحه مين اللي يهمني فليكس لينك ولا السبانينج تري؟ صح. فكل اللي فيها ان انا هنزل على الانترفيس البرايمري اللي هو في حالتي هيبقى مين اسر 0 على 1 وانزل تحتيه واقول له سويتش بورد باك اب مين الانترفيس الباك اب بتاعه في حالتي احط له مثلا هنا اسر 0 على 0. يبقى انا كده بقول له لو البورد اللي فوق ده وقع ده هيبقى الاكتف مكانه او البرايمري مكانه. تمام. وقلنا ساعتها السبانينج تري لوحده كده هيبقى ايه ديسيبلد. تمام. طيب الكونفرجنس بتاع بروتوكول او بتاع الفيتشر بتاع الفليكس لينك بطيء قوي. يعني عشان دلوقتي اساسا السويتش يبدا يديتكت ان الماكات اللي كانت اتعلمها من خلال السويتش ده مثلا المفترض يعمل لها فلاش من ماك ادرس تيبل ان هي كانت جايه له من البورت ده ويبدا يديتكتها ان هي جايه له من بورت تاني. صح؟ لا العمليه دي بطيئه جدا. وعشان كده ممكن ان انا اسرع عمليه الكونفرجنس عن طريق فيتشر اسمه ام ام يو ماك موف ابديت. ماك موف ابديت عن طريقه اصلا بعمل ايه؟ بنزل تحت الانترفيس نفس الامر بتاعي بتاع اللي هو الباك اب. تمام. واقول له شغل لي الفيتشر بتاع الام ام يو البرايمري فيلان واحد. تمام. وتحت الكونفيجريشن مود هقول له الامر ده شغل لي الفيتشر بتاع مين الام ام يو ابديت ترانسميت او ام في اي ابديت في حاله الترانسميت وفي حاله الريسيف. ده هيسرع عمليه الكونفرجنس بالنسبه للماك ادرس تيبل. تمام. طب افرض بعد كده ان البورت ده رجع قام تاني. البورت ده اتفقنا كان واقع ده صح؟ لا رجع قام تاني هيفضل هو الباك اب مش هيرجع تاني هو الاكتف هيرجع ايه؟ الباك اب. لكن لو انت عايز تعمل انيبل للبريمشن عليه يرجع بريمشن قلنا قبل كده يعني سلاح السلطه يعني يرجع تاني هو الاكتف. هنزل تحت البورت واكتب نفس الامر عادي جدا بس هقول له بريمشن مود فورس. يعني معنى كده ان انا بقول للبورت اللي هو فاست 0 اوفر 1 اللي كان اكتف وبعد كده بقى باك اب انا كده بقول له اعملي بريمشن عليه لو البورت ده قام تاني يرجع يستولي على السلطه. تمام. بس الديفولت انه بيستولي على السلطه تاني بس بعد فتره ديلي 30 ثانيه. عايز انت تغير فتره الديلي تقول له مسافه ديلي كذا. في اي مشاكل في الفليكس لينك؟